السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة من دواعي الشرف أن نتكلم عن قضية مهمة من قضايا الأمة، ألا وهي القضية المصيرية الكبرى، قضية فلسطين. بحثي بعنوان دور العراق التاريخي في دعم القضية الفلسطينية. أهلا وسهلا. 1920 إلى عام 2003، وهذا يعني أن الورقة يعني تشمل أكثر من 80 عاما من يعني عمر الدولة العراقية. الحقيقة الكبرى أن القضية الفلسطينية تعد من تجارب حركات التحرر المتميزة، ليس فقط على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وإنما على مستوى العالم، وذلك بسبب صبرها وصمودها وقدرتها على التحدي لكيان بغيض يحاول طمس الهوية الفلسطينية والإسلامية وتغيير التاريخ وقلب الحقائق، ويرتكب كل يوم مجازر مستمرة يقتل فيها الأبرياء ويطارد الأحرار الرافضين لمشاريعه، ويحارب كل من يقف بوجهه في أي مكان وفي أي زمان. وقد كانت الدولة العراقية في مختلف عهودها مع استثناءات معروفة في العهد الملكي زمن النكبة سنتين 1947 و48 كان لها جهود متميزة في دعم القضية الفلسطينية. وقد رتبت البحث بعدة مطالب، الأول عن نشأة الدولة العراقية، ثم بداية القضية الفلسطينية، ثم القضية الفلسطينية في العهد الملكي منذ عام 1921 إلى عام 1958 قيام ثورة 14 رمضان، ثم القضية الفلسطينية في العهد الجمهوري نستطيع أن نسميه الأول 1958-63، ثم القضية الفلسطينية في العهد الجمهوري 63-68، ثم القضية الفلسطينية في العهد الجمهوري الثالث 1968-2003، ولم نتناول مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بداية عام 2003. ما أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى بات العراق تحت الانتداب البريطاني. أنا هنا أتحدث في عشرينيات القرن الماضي عن بداية تأسيس الدولة العراقية، وذلك بقرار من مؤتمر الحلفاء في 25 نيسان 1920 الذي قضى، وهنا يعني مصادفة كبيرة، قضى بوضع العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. هذا القرار ومضامينه السياسية سبب صدمة كبيرة للشعب العراقي، وكانوا يأملون بالاستقلال، ولما خاب أملهم بادروا بالدفاع عن حقوقهم المشروعة من خلال مطالبات السلمية والانتفاضات المسلحة التي عمت العراق، وكان من ثمرتها ثورة 20 المباركة. وبسبب نتائج هذه الثورة، ثورة 20، وما كبدته للاحتلال البريطاني من خسائر مادية وبشرية، قامت الحكومة البريطانية بإنهاء الحكم العسكري المباشر في تشرين الأول سنة 1920، وتعيين السير بيرسي كوكس كمندوب سامن، وإعلان عزم الحكومة البريطانية على تأسيس حكم وطني، تلاه تشكيل حكومة مؤقتة من بعض زعماء البلاد، والتحضير لإنشاء مجلس تأسيسي، ومن ثم اختيار الأمير فيصل بن حسين رحمه الله ملكا على العراق بحسب مقررات مؤتمر القاهرة 1921. وفي هذه اللحظة بدأت الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي. حينما نعود إلى بداية القضية الفلسطينية، هنا تحدثنا عن بداية الدولة أو نشوء الدولة العراقية الحديثة.
انتهى الحكم العثماني لفلسطين مع الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى تمزيق أوصال الإمبراطورية العثمانية تمزيقا أقرته معاهدة سيبر ومعاهدة لوزان الأولى في عام 1920 والثانية في عام 1923. وطلبت بريطانيا العظمى التي كانت قد احتلت العراق قد احتلت فلسطين في أثناء الحرب من عصبة الأمم في عام 1919 أن تعهد إليها بإدارة هذه الأراضي في شكل انتداب دولي، وقد وافق مجلس عصبة الأمن عام 1922 على اقتراح البريطاني الذي جرى تعديله في عام 1920. وأصبح ساري مفعول في سبتمبر 1923، أي بعد عقد معاهدة لوزان في عام 1923، وقبل أن يبدأ تنفيذها في أغسطس آب 1924. وقد نظمت هذه المعاهدة مستقبل أراضي التي اقتطعت من الإمبراطورية العثمانية. وكانت سياسة حكومة انتداب في فلسطين متأثرة منذ البداية بالوعد الذي قطعته على بريطانيا على نفسها لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، ثم قدمت للعرب تأكيدات عديدة بأن حكما ذاتيا سوف يقام في فلسطين، ولكن العرب الذين خابت آمالهم وانزعجوا للهجرات اليهودية الحاشدة والتي وصلت في عام 1939 إلى أكثر من 400 ألف شخص، رفضوا أن يتعاونوا مع إدارة فلسطين، وبعزم من اللجنة العليا لفلسطين برئاسة الحاج أمين حسيني مفتي القدس رحمه الله رد العرب بكثير من الانتفاضات والثورات في الأعوام 28 29 33 36 و39، وكانت اضطرابات دموية كبيرة ومهمة جدا في تاريخ النضال الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. وبالرغم من ذلك رأينا أن اللوبي الفلسطيني والوكالة اليهودية عقدت مؤتمر زيورخ في عام 1929 التي ضمت أيضا ممثلين لليهود غير الصهيونيين، وقد أزعج الموقف في فلسطين اللجنة الدائمة للانتداب في عصبة الأمم التي أدانت بشدة في عام 1930 الإدارة البريطانية لفشلها في تلبية احتياجات العرب واليهود. وقبل اليهود خطة التقسيم، مشروع التقسيم الذي أقرته عصبة الأمم في نوفمبر 1947، ورفضها العرب. وقام الفدائيون الفلسطينيون بمهاجمة القوات اليهودية التي كانت تبذل جهودا كبيرة لاحتلال المناطق التي تحددت لها في خطة التقسيم. وبعد أن أعلنت بريطانيا يوم 15 مايو 1948 سحب قواتها من فلسطين، كان ديفيد بن جورين قد أعلن في اليوم السابق مولد دولة فلسطين، ومع ذلك بدأت في ديسمبر المعركة من جديد، ولكن مصر كانت هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت تحارب، ذلك لأن العراق وفلسطين وشرق الأردن منعوا قواتهم من الاشتراك في العمليات الحربية. ورغم التفوق العددي قوات مصرية إلا أنها انسحبت أمام اليهود الذين أوقفهم وقف إطلاق النار الذي فرضه مجلس الأمن، ومنذ تلك اللحظة بدأت الكارثة الفلسطينية. حقيقة أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وسأتكلم بما تبقى لدي لأن البداية هي المهمة جداً في تقديري من أجل بيان حالة الوضع في الدعم العراقي للقضية الفلسطينية. شهدت مرحلة الثلاثينيات الميلادية من القرن الماضي وخلال عهد الملكي في العراق العديد من صور الدعم للقضية الفلسطينية، والمتمثل بالجهد السياسي
للعمل من أجل منع صدور أي قرار يسعى إلى تقسيم فلسطين أو النيل من حقوقها. هذا كلام في العهد الملكي. حاول العراق من خلال منظمة أمم المتحدة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. بعد وفاة الملك فيصل تسنم الحكم ابنه الملك غازي، واصل العراق وقوفه إلى جانب فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني. برلمانيا كانت القضية الفلسطينية من أهم القضايا على الإطلاق في العهد الملكي، وكان أول ذكر يرد للقضية الفلسطينية في مجلس 1929، إذ عطلت جلسة المجلس 5 دقائق بمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم. احتضان قيادات العمل الوطني المقاوم في فلسطين في العراق، فقد كانت بغداد محطة رحال قادة والمجاهدين والضباط والمفكرين والأدباء الفلسطينيين. مشاركة الجيش العراقي في معارك سنتين 47 و 48 واستبساله في الدفاع عن المدن الفلسطينية. تشكيل لجان عراقية داعمة لقضية الفلسطينية على المستوى الإعلامي التعبوي والمادي، ومن أبرزها لجنة إنقاذ فلسطين التي أسسها الشيخ العلامة أمجد الزهاوي رحمه الله وعدد من العلماء والضباط والمثقفين. وبعد ثورة 1958 أو مجزرة 1958 التي نحرت العائلة المالكة في العراق التي قادها عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، دخل العراق في أول مراحل الحكم الجمهوري. ومع ذلك في هذه المرحلة أكدت هذه الثورة الجديدة على مساندة القضية الفلسطينية، وقدمت الحكومة العراقية مساعدات مادية كبيرة ومخصصات مالية للاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في العراق، وكانت الدراسة في المدارس والجامعات، وهذا في عهد عبد الكريم قاسم، والجامعات ودور المعلمين والمدارس المهنية والبعثات على حساب وزارة المعارف التي تسمى اليوم وزارة التربية. سعت الحكومة لتوفير السكن اللائق للاجئين الفلسطينيين في العراق. قدم الشعب العراقي مساعدات مالية مختلفة كتبرعات لجيش التحرير الفلسطيني. وفي يوم 8 شباط 1963 قامت ثورة جديدة في العراق وأنهت حكم عبد الكريم قاسم، وقد تقرر انتخاب عبد السلام عارف رحمه الله رئيسا للجمهورية وتشكيل وزارة برئاسة اللواء أحمد حسن البكر رحمه الله. وفي أعقاب ثورة عام 1963 بقي الدعم العراقي للقضية الفلسطينية عبر المحاور الآتي: أولا، دعم مراكز التعبئة والتجنيد التي بدأت في قطاع غزة والعراق واستقبال المتطوعين من أبناء الشعب الفلسطيني والانضمام إلى صفوف جيش التحرير. ثانيا، تدريب ضباط وأفراد جيش التحرير الفلسطيني وقبول 60 ضابطا فلسطينيا في دورة تدريب تستمر لمدة 6 أشهر في العراق. المشاركة في حرب حزيران عام 1967 التي بادر العراق لمشاركة فيها. قام حزب البعث بالتحالف مع ضباط غير بعثيين بانقلاب أسقط بواسطته نظام عبد الرحمن عارف في 17 تموز 68، وأعلن أحمد حسن بكر رئيسا للجمهورية. وفي شهر حزيران عام 1979 أصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية بعد إعفاء البكر من جميع مناصبه، وهذه هي المرحلة الثالثة أو الجمهورية العراقية الثالثة التي بدأت في عام 1968 وانتهت أو يعني حكم عليها بالإعدام في عام 2003. في هذه المرحلة كان الدعم العراقي يعني دعما مفتوحا، على الرغم من كل الظروف القاسية التي عانى منها العراق، وفي مقدمتها الحرب العراقية الإيرانية المكلفة والحصار الدولي الظالم على العراق بعد الغزو العراقي للكويت.
وفي هذه المرحلة تم تدريب المقاتلين الفلسطينيين في بغداد، وتخرجت من العراق 3 دورات في سنتي 68 و69، ضمت نحو 300 متخرج انضموا جميعهم إلى جبهة التحرير العربية. وأيضا شارك العراق في حرب 1973، وفور إعلان الحرب قرر العراق المشاركة فيها، وقام بعدة خطوات مهمة في هذا السبيل، منها تأميم حصة أمريكا في نفط البصرة، وإرسال قوات جوية على عجل للجبهة الشمالية، ومواصلة تقديم الدعم السياسي والمادي للثورة الفلسطينية، واستضافة اللقاءات والفعاليات الفلسطينية في العراق. دعم عائلات شهداء الانتفاضة، حيث كان العراق يقدم هدية مالية وكفالة لعائلات شهداء الانتفاضة. في البداية كانت 25,000 دولار، ثم يعني تحولت إلى 50,000 دولار في الوقت الذي كان فيه المدرس العراقي ربما يتقاضى 3 دولارات شهريا في زمن الحصار. فتخيلوا معي حجم يعني المعونة لعوائل الشهداء. تأسيس المراكز والمؤسسات الداعمة لقضية فلسطين، ومن أبرزها مراكز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد ومجلته العلمية، فضلا عن مراكز البحوث فيها وخارجها. استضافة الكثير من الطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات العراقية مجانا، وتوفير سبل الدعم المناسبة لهم. وقد استمر الدعم العراقي للقضية الفلسطينية على الرغم من الحصار الدولي الذي فرض بعد الغزو العراقي للكويت، وحتى مرحلة عام 2003 بداية الاحتلال الأمريكي للعراق. أعتقد أن العراقيين حتى اليوم على الرغم من كل الظروف غير الطبيعية التي يمرون بها، ينظرون للقضية الفلسطينية على أنها قضية العرب المركزية والأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.